بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الإكسل مع خالد شعبان. في حلقة النهاردة هنتعلم دالة مهمة جدا من دوال الإكسل، وهي الدالة سم إفس. الدالة دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها إن هي بتجمع من خلايا معينة بناء على شروط محددة، يعني مختلفة شوية عن الدالة سم اللي بتجمع أي منطقة أو أي بيانات داخل منطقة محددة أنت بتحددها، ومختلفة كمان عن الدالة سم إف اللي بتحدد بناء على شرط واحد. الدالة دي ميزتها إن أنت ممكن تحدد أكتر من شرط، يعني مثلا أنا عندي البيانات اللي موجودة هنا خاصة بأقسام معينة وبمناطق معينة وبتطبيقات معينة أو بأي شروط تانية أنت ممكن تحددها. عايز أجمع الأرباح الخاصة بالمناطق دي، بدلا من ان انت تستخدم البيفت تيبل وتستخرج بيانات معينة، انت عايز في خلية واحدة فقط تستخرج بيانات بناء على شروط موجودة في اماكن تانية. يعني مثلا لو انا غيرت المكان هنا داخل الجدول وابتدي احدد الشروط اللي موجودة هنا، هنلاحظ ان الارقام بتظهر داخل الخلية. يعني لو غيرت اي بلد وعايز اعرف الارباح الخاصة بيها، هبتدي بمجرد ما اغير الارقام اللي هنا او اغير المنطقه تبتدي الارباح الخاصه تتغير. طيب لو انا حابب اغير قسم معين، بمجرد ان انا اغير القسم هتظهر الارباح الخاصه بيه، وممكن هعرفك ازاي تزود شروط تانية محدده بناء على اقسام تانية. يلا بينا نعرف مع بعض بطريقه سهله وبسيطه ازاي نستخدم الداله سم افس. دلوقتي اول حاجه انا هعرفك ازاي تستخدم وتبني بيانات معينه. اول حاجه هكتب الربح، وده عنوان البيانات اللي انا محتاج استخرجها، واحدد مثلا المكان اللي هستخرج فيه البيانات او اللي هكتب فيه المعادله مثلا بلون محدد. طيب الشروط محتاجها تتكتب فين؟ مثلا اول حاجه القسم، انا محتاج استخرج بناء على شرط القسم وشرط المنطقه، وكمان هنعرف ازاي نزود شرط التطبيق. هنكتب المنطقه والتطبيق مثلا، وهنا هنعمل داتا فاليديشن علشان نعرف نصفي البيانات اللي هنا، بدلا من ان انا اكتب البيانات اللي هنا مانوال، لا انا هعمل داتا فاليديشن. اعملها ازاي؟ هدخل على داتا واختار داتا فاليديشن، واختار من القائمه هنا ليست، وابتدي احدد المنطقه اللي فيها الداتا اللي انا محتاج استخرجها، وليكن هحدد المنطقه بالكامل وادوس على اوكي. ونفس الطريقة هطبقها على كل الأماكن اللي أنا هكتب فيها البيانات. وبعد كده هنبتدي نكتب المعادلة ونعرف المعادلة بتشتغل إزاي. هنكتب يساوي sum، هنلاقي ظهر معانا الدالة sum والدالة sum if والدالة sum ifs. هنختار الدالة sum ifs. الدالة بتطلب مني ثلاث اختيارات أو على حسب الشروط اللي أنت هتحددها. يعني لو أنت هتستخدمها كدالة بسيطة زي الدالة sum if، كل اللي هتحدده تلات اختيارات. أول حاجة السم رينج، وده هيكون العمود اللي فيه الربح أو فيه الأرقام اللي أنت محتاج تستخرجها أو الناتج اللي أنت محتاج تستخرجه من الجدول. بناء على إيه؟ بناء على شرط. الشرط بما إن الكريتيريا رينج، ودي المنطقة اللي هيبحث فيها، وهو المكان القسم هيبحث بيه عن الكريتيريا، والكريتيريا دي هي المنطقة اللي هنكتب فيها الداتا اللي احنا محتاجين نكتبها. يعني بمجرد ما اكتب القسم هنا يبحث عن البيانات الأرباح الخاصة بالقسم ده داخل الجدول ويكتب لي الناتج في المعادلة. يبقى احنا هنكتب بناء على الشرط ده، وهندوس اوكي ونجرب. بمجرد ان انا اكتب هنا اي قسم من الأقسام اللي موجودة هيجيب لي الناتج بتاعه. طيب انا محتاج اعمل تصفية اكبر، يعني انا محتاج القسم اللي موجود هنا أجيب الأرباح الخاصة بيه لمنطقة معينة، يبقى أنا هكتب هنا منطقة مثلا معينة وابتدي أزود المعادلة الخاصة بيها. أدخل على المعادلة وابتدي أزود شرط جديد، وهو الشرط إيه؟ أحدد المكان اللي فيه المنطقة أو العمود اللي فيه المنطقة، والكريتيريا هختار الجزء اللي هيبحث عنه داخل العمود الخاص بالمنطقة. هندوس على أوكي، هنلاحظ إن الرقم هنا اتغير. طيب ممكن نزود شرط كمان، وهو الشرط بناء على تطبيق معين. يعني أنا هكتب التطبيق هنا مثلا تطبيق ده، وهدخل على الدالة هنا وأزود شرط جديد وهو كريتيريا جديدة. اختار الكريتيريا رينج واختار التطبيق، وبعد التطبيق هنحدد المكان اللي انا محتاج اكتب فيه الشرط وادوس على اوكي. هنلاحظ هنا ان الشرط اتحدد والبيانات بقت اقل من البيانات اللي موجوده.
طيب لو حذفت شرط من الموجود اللي هنا، يعني لو حذفت التطبيق ده من هنا مش هيجيب أي بيانات، لازم الأماكن اللي فيها الشرط تكون موجودة فيها بيانات. احنا كده عرفنا ازاي نستخدم سم ifs. ممكن تستخدم بأكتر من شرط تزود الشروط اللي انت محتاجها، تقريبا 255 شرط داخل الدالة سم ifs. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا ازاي نستخدم الدالة سم ifs بطريقة سهلة واحترافية على برنامج الإكسل.